عزلته عزلته بخم. الله، ايه بخيم. الكلام الجميل ده؟ واحد بيقول له واحد عزلته بخم، يعني عايز ياكل قلبه. ايه الافلام الرعب ده؟ شوف يعني شوف حكاك حبيبي يا بالكردي، الله معك. قال لي تصوت لمبي بالكردي. قال قال انك باكل صوت قلبك لمبي باكل بالكردي. ايه شافته مجدكم ودلته بخم. الله، ايه الافلام قلبي. الرعب ده؟ عايز تكمن قلبه وهو حي. لو تقول له واحد انا بحبك، تقول له اس اشتحز دكم في ازدحام في السير ولا اوكي. هي مو بس يجيب، هو مو بس يجيب التقليد، عم يجيب لك فكره مضحكه ايضا عدد تقليد الصوت. صح، يعني يعطيك فكره ايوه حبيبي. ويعطيك موضوع ويتكلم على اللي بده اياه، ونفس الشيء يعني نكتي يعني بيعطيك دراما بالموضوع، بيعطيك شيء حلو. بيعطيك انت بالموضوع يعني استاذ بالحياه. استاذ محمد الاعلامي يعرفني، انه انا من زمان يعرفني استاذ محمد اخويا وصديقي. انا مقلد اصوات، يعني حتى في البرمجه، في الفلام كرتون، في شغلات، يعني مثلا يقول يا شتي اين انت تذهب يا شتي؟ سوف اذهب الى صفوق الشيخ. وهل تعرف الصفوق يا جدي؟ نعم يا بني. ماما تعرف عن الصفوق يا جدي؟ تكلم لي رجاء يا جدي. إن الصفوق رجل محترم جدا، وإنه ملحد ولا يمون بأي دين ولا ما شأنكنا أيها الفتى اللعين. أوكي حلو، شكرا يا جدي. عيني إيفان، أنا طبعاً ذاك اليوم صار عندي شغل بالشركة، فما لحقت أسوي لك آد وأخذ رقم تليفونك. تدري سويت وراك؟ سويت أفلام رسوم متحركة، بس ردت أطيح بيك على مود أعطيك إياه حتى تعمل البرمجة توبلاج عليها. هسه أنت ادخل لي، اكتب لي الواتساب حتى. إيه لا، مشروع كبير هذا، أنا قلت لك عليه قبل 4 أشهر أو 5، قلت لك عليه. ان شاء الله يا بس انا انشغلت استاذ محمد، ان شاء الله سوف نلتقي في حلقات جديده. عافية عليك، عافية عافية. ما شاء الله. ربنا يخليكم كل الموجودين مع الصفوق، كل الموجودين سلع قلم. محمد يا مرحبا محمد، تفضل. في الحقيقه العلميه شوف منظور الدارويني شنو يقول في الموضوع. الانتخاب الطبيعي فضل من السمينة. لا، موضوع الأساسي اللي أجمل النحيفة أو السمينة. شوف المنظور الدارويني شو